وإنهم للرفض لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف. وكذا لما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، فهم الستة الباقون من العشرة، أولهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر رضي الله عنه. نعم، سعيد، سعيد وسعد، وسعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه وأرضاه. نعم، سعيد وسعد وابن عوف، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو من أثرياء الصحابة ومن الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل الإنفاق الكثير. نعم، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله. نعم، وعامر فهر، وعامر أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. نعم، والزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عامر فهر لأنه فهري من وفهر هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو من آباء القرشيين. نعم، وعامر فهر والزبير الممدح. نعم، وقل خير قول في الصح. هؤلاء هم بقية العشرة، مع الأربعة صاروا عشرة بشرون بالجنة، وهم أفضل الصحابة. نعم، وكلهم من قريش، كل هؤلاء العشرة من قريش. نعم،